أهلا وسهلا فيكم طلابنا والله يسعد مساكم وأوقاتكم مرة ثانية. الآن بدنا نكمل شغلنا أنا وياكم على المادة ونشوف التمرين رقم ستة شو بيحكي الآن في تمرين رقم ستة ذا complete the following dialogue. الآن لما أحكي كلمة dialogue يعني عم بحكي عن محادثة بين شخصين. الآن محادثة بين شخصين يعني dialogue. الآن with the correct verb بدي أكمل المحادثة بإني أحط الفعل الصحيح شكل الفعل الإيش الصحيح. من وين؟ من الصندوق، الآن في الصندوق معطيني بعض المصطلحات وبعض الأفعال اللي لازم نحطها أنا وياكم بالفراغات. الآن على المعنى راح نحل التمرين مبني على المعنى وبشكل كلي، الآن let's جو بمعنى هيا بنا نذهب. let's جو. وير أسكت، الآن وير أسكت هي تم سألهم يعني إنه سئلوا بمعنى سئلوا لأنها صيغة مبني للمجهول، وهذا الدرس رح يدخل معنا درس قواعد فخم مع كيف كيفكم، وموجود معنا في التوجيهي، فضروري جدا نشتغله صح ونشرحه صح. الآن was done تمت، قد تم أو قد تمت حسب معنى الجملة أكيد، برضو كمان صيغة مبني للمجهول. الآن have found out yet الآن have مع found out مع yet هاي كلها راح تكون في جملة الآن ومع وجود اليت أكيد راح يكون هذا صيغة سؤال الآن هل عرفت حتى الآن بيجي معناها must be يجب أن يكون يجب أن أو يجب أن يكون الآن هاي هي must be were given الآن were given برضو كمان صيغة passive voice بمعنى تم إعطاؤهم طبعا جزء كبير بلش يسأل أو يتساءل شو قصة passive voice شو قصة المبني للمجهول إخواني وأخواتي درس المبني للمجهول قانون العام الفعل بي زائد الفيرب 3 لما أقول الفعل بي يعني أي شكل من أشكال الفعل بي قد تكون is, are, am, was, were, be أو been أو being الآن متبوعة بتصريف ثالث للفعل لاحظ was أحد أفعال البي verb 3 were أحد الأفعال بي verb 3 where أحد أفعال البي verb 3 الآن هذول كلهم الثلاث اللي أنا شفناهم أنا وياكم. الآن هذول صيغة مبني للمجهول أي بمعنى طبقوا بكتابتهم يعني على قانون العام لدرس المبنى المجهول حتى نأخذه إن شاء الله بتكون أمورنا تمام ما في داعي إنه نسبق الأحداث الآن عندي why don't we do why don't we do لما لا نفعل لما لا نفعل might have continued الآن ربما استمرت تعالوا نشوف الآن المحادثة بين فيصل وبين كريم الآن فيصل بيبدأ بيقول كريم I am reading about the importance of sleep وهذا الشيء اوريدي انا وياكم قرانا عنه في القطعه تبعتنا عم بحكي له انا عم بقرا عن اهميه النوم Did you know that an experiment الان experiment بمعنى تجربه والكلمه منيحه ممتازه الكلمه هاي تجربه experiment بمعنى تجربه الان هل تعرف او هل تعلم انه في تجربه was done اي بمعنى تمت لان اول فراغ راح يكون was done to show اي بمعنى لتبين او لتظهر that our brain إنه أدمغتنا continues تستمر to think تستمر بالتفكير while we are sleeping إنه أدمغتنا تستمر بالتفكير وإحنا إيش وإحنا نايمين فالآن كريم برد عليه بقول له really مش عارف ايش ذكرت معناته فرجين هون بس مش مشكله بقول ريلي really? يعني عن جد حقا الان هو ديد ذا اكسبيرمنت مين عمل هاي التجربه مين عمل هاي التجربه فبيرد عليه فيصل بيقول له I am not sure أنا مش متأكد مش متأكد It must be يجب أن يكون أو أن تكون a group of scientists مجموعة من العلماء اسمعوا عن إيش؟ عن الإكسبرمنت عن التجربة كثير بتجنن ترى وحلوة قد تكون الآن مجموعة من العلماء الآن بحكينا هون two groups of people مجموعتين من الناس عندنا مجموعة A وعندنا مجموعة B بدنا نشوف شو عملوا فيهم. الآن مجموعة A ومجموعة B were asked، تم طلبهم، طلبوا منهم يعني إنه يحلوا some questions، أن يحلوا يعني يجاوبوا على بعض الأسئلة في اختبار، تمام؟ تمام. But they did not answer them immediately، لكن المجموعتين ما جاوبوا على الأسئلة هاي وبشكل سريع. Immediately بمعنى بشكل سريع. الآن بكم من هون شو لنا both groups وكلا المجموعتين were given تم إعطاؤهم a test اختبار on the questions على الأسئلة after only one group بعد ما واحد من هالجروبين had a short sleep طيب ممتاز شو اللي صار؟ بدأت الاكسبرمنت أي بمعنى التجربة بوجود فريقين مجموعتين من الناس مجموعة A خلينا نسميها ومجموعة إيش بي طبعا ضروري نشرح الشيء هذا انا عارف انه جزء منه يمكن يقول لك عمي هذا الشي مش مهم لا والله العظيم انه مهم فديروا بالكم الان يعني هذا الشيء بيفيدنا كثير كثير لقدام صبركوا علي الان يعني مجموعه A مجموعه B مجموعه A و تم اعطائهم اختبار فيه اسئله يلا حلوا المهم بالخلاصه ما حلوا بشكل سريع طيب ممتاز الآن بعد بشوي شو سووا؟ أعطوهم نفس الاختبار بس قبل ما يعطوهم مرة ثانية نفس الاختبار حكوا لمجموعة إيه روح نامي شوي روح يخفيلك شوي عن جد وارجعي راحت مجموعة إيه نامت ورجعت <applause> الآن بعد ما رجعت أعطوهم الاختبار صف الآن شو الاختبار تم إعطائه مرة أخرى لنفس المجموعتين بس واحدة منهم نامت الثانية ظلت صاحية تعالوا نشوف شو صار معهم الآن يعني كريم شو بسأل فيصل بيقول له Have you found out هل وجدت about the result عن النتائج من التجربة لحد الآن يعني عرفت شو صار بعد ما أعطوا الامتحان مرة ثانية وواحدة من هالمجموعات نامت شوي بيقول له yes أكيد The group who slept الجروب اللي نام اللي هو جروب A <applause> الان slept for a short period or short time لفتره قصيره after hearing the test question بعد ما سمع الاسئله I knew the answer more quickly عرفوا الاجابه بشكل اسرع من الجروب اللي ما نام. اه يعني النوم كان له فائده اذا هسا بنشوف شو فائدته، معناته شو اللي صار؟ الجروب A جاوب بشكل اسرع لانه نام. الآن شو صار طيب؟ بيحكي له هون كريم So their brains might have continued يعني أدمغتهم الآن استمرت الآن بالتفكير عن المشاكل قصده في المشاكل الأسئلة اللي في الاختبار طبعا While they were sleeping وهم كانوا نايمين معناته لما راحوا غفوا شوي ورجعوا الآن الغفوة اللي غفيوها أو ناموا فيها أدمغتهم ما نامت، إحنا قلنا في درسنا قبل حصتين قلنا أصلاً الدماغ وهو نايم بيكون يطحن يشتغل قاعد في عنده شغل كثير وإحنا نايمين، فبالتالي الدماغ كان يشتغل وهم نايمين وكانت وظيفة الدماغ إنه إيش؟ إنه ترتب الأفكار اللي هي موجودة في إيش؟ في الاختبار، فالآن بعد ما ناموا ورجعوا كانت القدرة على إجابة الأسئلة هاي مرة ثانية أسرع من الفريق اللي ما نام من مرة. الآن فيصل بيرد عليه That's right كلامك صحيح Let's go and ask our science teacher الآن هيا بنا نذهب ونطلب أو نسأل مين اللي هو science teacher اللي هو م... اللي هو أستاذ العلوم تبعنا If this is true هون عندي I الآن If this is true إذا كان هذا صحيحا إيش هو اللي If this is true كل الحكي اللي حكينا فيه فوق الآن كريم بيقول له good idea والله فكرة جيدة why don't we also طبعاً هون بدنا نعمل إيش we وهون نحط also why don't we also do ليش ما كمان نعمل more research بحث أكثر على this topic على هذا الموضوع طبعا طلابي مره ثانيه بعيد وبذكر تمرين زي هذا التمرين جزء منه ممكن ياخذ الاجابات ويضل طالع وجزء منه ممكن يستفيد من الشيء اللي انا حكيته لانه هذا الشيء بيغذينا لقدام انا وياكم بافكار بتسطل وبساعدنا انه نطور من لغتنا الانجليزيه بناء على كل المسجات اللي بتوصلني قاعده بعرف انه في عندنا ضعف في اللغه الانجليزيه لكن باذن الله ما اقصر معكم هالقدي وكل كبيره وصغيره في الماده راح اشرح لكم اياها موفقين ان شاء الله الان اشوفكم في الفيديو اللي بعده اللي إله دخل في تمرين كثير ممتاز وراح اقول كيف راح نتعامل معه من مطالع